اشتراكات تديني اقل؟ طبعا الاشتراكات انا عايز اقول لحضرتك ان في اشتراكات ب 2% من قيمتها. اشتراكات ب 2% من قيمتها. نعم. في اشتراكات ب 40% من قيمتها. نعم. في اشتراكات ب 38% من قيمتها. نعم. اشتراكات الجمهور 38 و40%. تخفيض. نعم. طب في ناس بتركب بنص جنيه. مش عايزين بقى نجيب يعني مش عايزين نذكر فئات معينه عشان ما نبقاش يعني بنجرح في حد. مش هزود على الفئات دي زي ما هي. الفئات يا فندم دي زي ما هي. والاشتراكات النهارده انت اللي بيدفع اللي هيدفع تذكره ب5 جنيه. لا معالي الوزير معلش عذرا النقطه دي مهمه. لو انا في زياده 5 او 3 او 10 او كذا الفئات اللي حضرتك بتقصدها مش هتزيد زي ما هي. الفئات المستثناه هي اللي بتدفع 50 قرش. ايوه زي ما هي زي ما هي. نسبه الاشتراكات زي ما هي. الاشتراك زاد التذكره الاصليه نفسها زادت مثلا زي ما قلت حتى 25-30%. نعم. طب الاشتراك هيزيد بنفس النسبه ولكن اصلا الاشتراك بكام؟ واخد تخفيض 40%. نعم. فاطمن حضرتك يعني ان شاء الله باذن الله من بكره الناس هتبقى مبسوطه جدا ان هي بتركب وسيله مواصلات امنه ونظيفه ومتطوره.